عايزينها تبقى طالة الأرض اللي بالطالة عايزينها تبقى طالة الأرض اللي بالطالة ونقدمها المصرية حاجة جميلة ومعتبرة هي إيه؟ بالطالة تبقى إيه؟ طالة علشان إيه؟ علشان مصر بلدنا الغالية جسم شرفنا للشجرة تبقى خضرة صباح الخير على اخواننا الفلاحين والمزارعين كل سنه وانتم طيبين. النهارده جمع البطيخ. الحقيقه احنا بناكل البطيخ دلوقتي مبكر جدا لان اصبح في تكنولوجيا في الزراعه. النهارده بنزرع مبكر في شهر واحد وبنغطي البطيخ بالبلاستيك عشان نديله الاجواء المناسبه لانتاجه. والنهارده احنا بنجمع البطيخ بدري، كنا ناكل بطيخ في شهر 6 و7 وكده و8، النهاردة بناكله مبكر جدا في 4 وفي 3 بناكل بطيخ. تعالوا مع بعض النهاردة، لأن البطيخ ده من محاصيل الخضر وليس محاصيل الفاكهة، عشان تبقوا عارفين أن كلمة الفاكهة دي كلمة شائعة جدا، لكن هو من محاصيل الخضر المهمة جدا في الانتاج المحلي والتصدير. احنا بنصدر للدول العربية وبنصدر لدول العالم المختلفة، وعشان كده عاوزين نتوسع فيه في الأراضي الجديدة. تعالوا مع بعض ناخد المعلومة الفنية للإخوة المزارعين وأيضا ست البيت نقول لها تشتري البطيخ الكويس بتاعها إزاي. حاج عمر خاطر بنصبح عليكم ونقول لك صباح الخير. يا صباح العسل. صباح الفل. دلوقتي نقول صباح البطيخ بقى. صباح البطيخ يا عم الحاج. ماشي ماشي يا حبيبي. قول لي بقى الاول كده، احنا في موسم، احنا بنجمع دلوقتي البطيخ بيقعد في الارض كم يوم؟ 90 يوم. يعني هو 100 يوم بزرع بكل. يعني من 90 ل 100. مش كده؟ طيب امتى بتعرف ان البطيخ طلب جمعه؟ طلب جمعه انا بمشي في البطيخ الاقي التنابير بتاعتها نشفت. وحاسس على البطيخة يعني أبص على العروق كده، أبص على الشامة بتاعتها، أبص على الخطوط اللي فيها اللي هي زي الشجر كده، أحس إن البطيخة طابت. يعني أمسك واحدة كده، خد دي كده واشرح عليها كده. دي يا باشا دي عملت عروق، يعني كده كده دي نلاقي دي نشفت. نشفت خلاص، مدام نشفت كده ودخلت لجوه خلاص البطيخة طابت. طابت انتهت. طيب انت يبقى 100 يوم ده الميعاد بتاعنا، من 90 ل 100 يوم. نعم. يبقى كده خلاص طلب الجمع. خلاص طلب الجمع. ننزل غطنا نشوف اذا كان نود بني ناشفه. طيب في حاجه كده بيسموها المحلاق او الياي اللي قبل البتاع ده، ما هو الياي ده بيمشي عليه زي الرجول كده. بس تلاقي البطيخ هبط شويه والياي ده نشف. اقول البطيخه دي طابت خلاص، لبيتها ابوها خلاص شوم طابت البطيخه. طب تمام. انت بقى بيبقى عندك احجام مختلفه في الارض طبعا، يعني في صغير لسه لانه ما بيطلع ادوار، مش كده؟ ادوار. طيب الادوار التانية دي بقى بتعمل فيها ايه؟ بتخليها بتجمعها بعدين بتستنى عليها؟ بستنى عليها 15 يوم. تعمل ايه بقى من الري والتسميد؟ انا برجع كل يوم اروي نوبتين، نوبه الصبح ساعتين واخر النهار ساعه، واحط له بوتاسيوم. بتحط قد ايه بوتاسيوم للفدان؟ بحط من 4 كيلو ل 5 كيلو. طب البوتاسيوم ده بتحطه ليه؟ عشان يكبر الحباي. ودي مواصفات حلوه. ودي مواصفات حلوه اهي البطيخه يا باشا. بسم الله ما شاء الله. طيب انت بقى عاوز تطلع الجيل الثاني زي ده كده، اديله تقوم تديله البوتاسيوم وتهتم بالري. واهتم بالري والرش. الرش انت قلت لي الرش بقى. اخطر حاجه بتخوفك العناكب. العنكبوت والبياض الزغبي. العنكبوت والبيض الزغبي وحاجه اسمها الحمراء. بجيب له انا رش متخصص لكده. بتجيب رش وتستخدمه متخصص لكده. الله ينور عليك. عشان قادر تحافظ على ليه؟ على الزرع، عشان يديني الرش التاني والتالت. مشكله. نعم، لان ده لو هدي منك اللي يحصل اراك واروح انا رخ. ما تاخدش بطيخ. ما ياخدش بطيخ، ما يحجمش ولا يحجم. وانت لا خلاص راح. يمسكوا العنكبوت راح. هو العنكبوت خطر جدا. خطر جدا. بعض المزارعين بيسموه المرش. ايوه مرش زمان. كانوا الارض انمرشت. ايوه يقول لك الارض انمرشت. مشكله خلاص. طب يا حاج عمر بقى انا عاوزك نصيحه اخيره تقولها لاخوانك من مزارعي البطيخ، يخلي بالهم من ايه؟ من العناكب. العنكبوت. العنكبوت ما فيش يدخر بالبيت غير العنكبوت. العنكبوت بيضيع الزرعه. المفروض بترش كل كام يوم؟ كل اسبوع. كل اسبوع رش. كل اسبوع
يوم في الاسبوع نوبه مغذي ونوبه حشري اللي هو العناكب. خلي باله من ايه في التسمين؟ خلي باله من التسمين. بوتاسيونات. البوتاسيوم. بوتاسيونات. الحقيقه بقى شوف يعني انا ببارك لك على المحصول مقدما. الله يخليك. وده خير لمصر خير. كلها. لان النهارده انت بتنتج، الناس بتاكل وبتصدر بره، بنجيب عمله صعبه، يعني حاجه جميله جدا. نعم. انا بشكرك يا حاج عمر وببارك لك مره تانية، وبنصبح عليك ونقول لك صباح الخير. صباح العسل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي. ربنا يخليك. الله يخليك. وزي ما سمعنا هذه المعلومات المهمه جدا في جمع البطيخ، كل سنه وانتم طيبين. هنتابع ان شاء الله مع بعض معلومه اخرى في قطاع الزراعه. عايزينها تبقى قاره في الارض اللي بتزارها، عايزينها تبقى قاره في الارض اللي بتزارها، ونقدمها لمصر دي.